دكتور فريد، ممكن بس بملحوظة أخيرة، الشخص اللي آمن يسوع هو الطريق، أنا أؤمن أن يسوع هو الطريق، ما هو يعني ماذا أنتفع من هذا الإيمان؟ نعم، أولا علي أن أنمي هذا الإيمان في داخلي بواسطة شيئين أساسيين، قراءة الكتاب المقدس وحضور الاجتماعات الروحية التي يشرح فيها الكتاب المقدس. لكن الأمر الثاني علي أن أخبر الآخرين الذين أعرفهم الذين يتخبطون في الظلمة بما اختبرت أنا عن المسيح كالطريق الوحيد.